مع ازدهار الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة خلال العقود الماضية، بات التعليم وتطويره ضرورة ملحة في سبيل اللحاق بركب التقدم في المجالات كافة. وبعد مضي 90 عاماً على إنشاء أول ملمح من ملامح التعليم النظامي في المملكة والمتمثل في مديرية المعارف عام 1926، لا تزال المساعي جاهدة للنهوض بالقطاع التعليمي حتى يحقق المأمول منها. فمحصلة التعليم الفريد جيل متعلم ينهض بالوطن عاليا. وقد وصل عدد الطلاب المقيدين في التعليم العام بمراحله الثلاث في المملكة إلى أكثر من 7 ملايين طالب عام 1435، تتخطى نسبة الإناث منهم 46%، وتحتضنهم نحو 35,000 مدرسة، يدرسهم نحو نصف المليون معلم ومعلمة. أما عدد الطلاب المقيدين في مؤسسات التعليم العالي فقد بلغ 1,500,000 طالب، تحتضنهم 39 جامعة تغطي مناطق المملكة كافة. وفي رؤية السعودية 2030 احتل قطاع التعليم حيزا مهما من بين القطاعات الأخرى، إذ حملت الرؤية توفير فرص التعليم للجميع في بيئة تعليمية ملائمة في ضوء السياسة التعليمية للمملكة، ورفع جودة مخرجاته وزيادة فاعلية البحث العلمي وتشجيع الإبداع والابتكار وتنمية الشراكة المجتمعية والارتقاء بمهارات وقدرات منسوبي التعليم، تأسيس أجيال واعية ومفكرة ومنتجة، أمل وطموح. رسمت له رؤية المملكة 2030 خطوات متسارعة ومتقنة، فمن التعليم تبدأ صناعة الإنسان، وإلى التعليم تنتهي.